الكابيني ما شاء الله، بالحاجة ديالو المزيونة، بالحاجة اللي كيقدموها، كل حاجة كتحتاجها المرأة المغربية ديالنا، من ناحية التجميل، من ناحية أي حاجة كتحتاجها كمرأة. خصها تهتم براسها، خصها تعدل أي حاجة من راسها، تفرح راسها، خصها ضروري تجينا كابيني انتصار، حيتاش كيقدموا ما شاء الله بزاف ديال الحاجات مزيونين، منهم الهايفو، منهم بزاف ديال الحاجات، لايزر، أي حاجة كتحتاجها كيف قلت لكم المرأة المغربية. مساء الخير، معكم كابيني اتصال عملي امين. كابيني غني عن التعريف طبعا، ما كاينش اللي ما كيعرفش كابيني اتصال. اول حاجه مرحبا بكم بمناسبه الدخول المدرسي، عندنا لي بروموسيون مزيونين بزاف، السنتر كيرحب بكل شيء. وبالنسبه للي ماشين اللي عندنا، راه عندنا لي ماشين سويس، ما عندناش لي ماشين كيخدم نامبورت كي، حيتاش لي ماشيني عندنا ميديكال 100%. وكيف قلت لكم خصنا نكونوا كنهتموا براسنا طبعا، حيتاش الاهتمام بالراس دابا رجع عندنا واحد الحاجه اللي هي ضروريه باش كنكونوا فرحانين براسنا، كنشوفوا راسنا في المرايه كيعجبنا الحال. دونك علاش لا ما نهتموش براسنا ونجيو نقدموا خدمات من راسنا اللي غتقدم لنا طبعا كابيني انتصار، من ناحيه كل شيء ديالها تبارك الله، من ناحيه الناس اللي خدامين هنايا كيوفروا لكم جميع الاحتياجات ديالكم كيف ما بغات تكون. اي حاجه عندكم فيها نقص ولا شي حاجه، راه يعدلوا الطاقه ديالهم كامله باش يوفروا لكم ديك الحاجه وتخرجوا فرحانين ونشطانين. اليوتيوب كنحشيوها في لابايد بي ار بي باش كنطلع البلازما الفوق، وكيبقى ديك لو سون خاطر لتحت باش كنخدموا غير ديك البلازما اللي الفوق، هذيك البلازما الدم ضد الشخص اللي كناخذوا منه العينه ضد. بالنسبه لكابيني اتصال عمري امين، راه 100% فا، يعني 100% النساء، ما عندناش نهائيا الرجال. وبالنسبه للريزولتا حتى هي راه الريزولتا 100% مضمونه الحمد لله بشهاده الزبونات ديالنا. مرحبا بالجميع. وبالنسبه للخلاص ما عندنا شي مشكل، حنا عارفين راسنا كنخدموا بالثقه، اجيو وبداو معنا ونخلص من بعد، ما عندنا شي مشكل. صافي درت مني خدينا الخيريمون منك، غادي نعملوها في لاباغاي صافي، ودابا غادي نخدموا لاباغاي باش ملي غادي يكون كابيني انتصار ان شاء الله غتكونوا في ايادي امنه، حيتاش تبارك الله البنات كومبيتونس وكيخدموا بلي ماشين سويس وبوحديتهم الكابيني اللي كاينه في الشمال اللي كتخدم بهاد لا مارك هادي اللي زعما صراحه شي حاجه كتشرفنا حنايا تكون عندنا شي حاجه بحال هكذا في الشمال وخصوصا تطوان. البنات اللي هنايا كومبيتونس تري تري كومبيتونس، حيتاش ما كيجيبوش اي وحده عاديه هكذا، يلا قرات يلا تخرجت، كيجيبو دي سبيسياليست. مركز انتصار العمري امين كيتواجد بتهارت محكمه الاستئناف، كتهبط نيشان على يدك ديال اليمين، القيصريه الكبيره اللي فيها مفوضين قضائيين محامون، حنا جينا الطبقه الرابعه رقم 43. كنرحبوا بالجميع. بالنسبه للمركز كيتوفر على اخصائيين في التجميل وفي المساج وفي التخسيس، مرحبا بالجميع. لا كونسلطاسيون غراتوي باللغه العربيه الفصحى يعني التويزه باطل، مرحبا بالجميع. واللي بغى يزيان يجي عندنا، اللي بغى يضعف يجي عندنا، السنتر مفتوح وجه كل شيء. مرحبا. دابا غتشرح لكم الطب شنو غنعدلو، شنو غنعدلو دابا. الوغ لي طاب لو لامي اللي غنعملو، وحنايا غادي نعملو ايدغا فاسيال كابيلير باش نطفو البصيلات الشعر من القشره اولا من السيبوم اللي كيكون مخنوق من الداخل، لان الفروه ديال الشعر ما كنقدروش نعملو لا غوماج ولا شي حاجه فحال الوجه ولا اليدين ولا شي حاجه. سكيفي
الجلده الميته كتبقى كتراكم كتراكم فوق البصيله. ملي كتراكم فوق البصيله اي حاجه عملناها لا ما كتوصلهاش، عملنا لا سيروم ما كيوصلش، عملنا لا الدواء ما كيوصلش، كتكون البصيله مخنوقه، مخنوقه بالسيروم اللي عندها الداخل ومخنوقه بجلد الميت اللي كيكون من فوقي اللي هو القشره. اذا غادي نعملوا ايدغ فاسيال كابيلير كيعمل واحد نيتواياج بروفون، كيفتح لك البصيله ايتاب ثانيه كنستعملوا فيها هذا الراس هذا ديال ايدغ فاسيال. هذا الراس هذا هو اللي كنديروا به كل شيء. شنو كيتبدل؟ كيتبدل لاسيد اللي كنخدموا به، لاسيد اللي كيشلل به هذا الراس هذا، لان هذا الراس هذا شنو كيعمل؟ كيسوف كيجر وكيشلل وكيطلق. هذا شي ديك الشعر اللي بقى يطيح كيوقفوا. فوالا سندوز دابا بدات لوبيراسيون ديالنا ميكرونيدين بالشعر، ان شاء الله الريزلت غادي تكون مزيانه. مالك طبعا ما كتحس لوحدك لا حتى شي حاجه، حنا بالامكان ديالنا نعملوه بالانجيكسيون، مي هكذا بالميكرونيدين حسن كيدخل مزيان حسن وحسن، وديجا كيدخل على الفروض راس اون بليس حتى لا باسيون كتحس بلحدك لا حتى شي حاجه، يعني كتكون هي مرتاحه وحتى البنت اللي كنخدم لها كتكون حتى هي مرتاحه. شنو الدغيناج؟ الدغيناج هو مساج لنفاوي كنخدموا به الطبقه اللمفاويه. المساج اللمفاوي ضروري خص مورا ابخي الاوبيراسيون دو الشفط او الشد، ضروري كيعاون المريض باش كيتعافى دغيا، وكنزولوا ديك الماء اللي كيكون عندنا اللي كيبقى من مورا الاوبيراسيون، وكنزولوا حتى السموم اللي كتكون في الجلد. شحال مده المساج خديجه اللي تقدر تعمل لاباسيون باش كتشوف ريزولتا دغيا؟ شوف بالنسبه للناس اللي عملوا الاوبيراسيون، الاوبيراسيون هما نورمالمون سبعه د لي سيونس، وحنا ان شاء الله المهم نشكروا شي راسنا وما نزكيو شي راسنا غير شنيه غنخليو الزبناء ديالنا هما اللي يحكموا. ف بالنسبه للخدمه ديالنا في جوج د الحصص كتبان الريزلت د الماء، الاحتباس د الماء كيكون انتفاخ مورا جوج د الحصص كنزولوا ديك الانتفاخ، ساعتها كنبداو نخرجوا السموم وكان كيتعافى كما قلنا المريض دغيا. مثلا كان غيتعافى في شهرين غيتعافى في شهر وسبعه د لي سيونس، جوج كنزولوا بهم الاحتباس كما قلنا د الماء ود النفخ، وخمسه اخرين كنخدموا بهم اللي قلنا السموم والصحه المرض. بالنسبه للحريق مدام حنان ما كتحس بشي حرق ياك؟ قالت بلي ما كتحس بشي حرق.